القنابل الغازية نتوخى الحيطة في هذه اللحظة، يعني ولكن هذه عيون أشبالنا التي تروها عيون شبابنا الموجودين هنا على هذه الأرض. أتمنى لك السلام. الآن القنابل الغازية وصلت إلى النقطة التي نقف بها في هذه الأثناء. هنالك قنابل غازية وصلت بكثافة في هذه الأثناء. توخى الحظر خالد. نعم الآن إن كنتم تشاهدون عشرات الشبان الآن نتابع هذه الصور من هذه التي المنطقة تأتينا من برقة بالفعل، حيث استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي الشبان الفلسطينيين. هنالك إصابات بالعشرات لشبان فلسطينيين على مدخل البلدة، حيث أطلق